نهائي على قانون نقابة الفلاحين. عايزين نفهم من حضرتك ايه الغرض من هذا القانون، وايه النفع اللي هيقود على الفلاح المصري من انشاء نقابة للفلاحين؟ الحقيقة القانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ده برضو احد القوانين الهامة اللي ناقشته اللجنة في دور الانعقاد الماضي وتم استكماله واقراره في جلسة الامس. هذا القانون قانون مهم جدا، لان احنا لاحظنا في الفترة الاخيرة ان في اكتر من حد بيتحدث باسم الفلاح على انه نقيب للفلاحين، في حين ان هذه النقابات جميعها ليست منشأة طبقا لقانون موجود. ومن هنا جت فكرة ان انا انشئ نقابة، النقابة دي كلها شرعية تكون منشأة بموجب قانون. فالحكومة تقدمت بقانون لإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وتقدم اثنين من السادة النواب النائبة جواهر سعد الشربيني والنائب محمد حلمي بمشروعين بذات المضمون. تم مناقشة هذه القوانين الثلاثة على مدار دور الانعقاد الماضي والحالي، وتم إقرار هذا القانون بالأمس. هذا القانون الغرض منه أن تكون هناك نقابة مثل باقي النقابات اللي موجودة، زي نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين، بحيث أنها تدافع عن حقوق الفلاح وتدافع عن مكتسباته. وخصوصا أن احنا في الفترة الأخيرة بنلاحظ أن مشاكل الفلاح بدأت تزيد على أرض الواقع بصورة كبيرة، ومن هنا وجود نقابة شرعية، نقابة منشأة طبقا لقانون هيكون لها يعني أساسها في محافظة القاهرة، ويكون لها نقابات فرعية في المحافظات والمراكز والقرى حتى نصل إلى يعني أدنى مستوى، ويتم تمثيل الفلاحين في على كل هذه المستوى. شكرا.